منظمه الشيعه رايتس ووتش تدين الارهاب بحق المصلين في افغانستان اثر الجريمه الارهابيه النكراء الاخيره التي اقترفت بحق جموع من المصلين الشيعه في احدى المساجد في دوله افغانستان وادت الى استشهاد واصابه العشرات من المصلين الابرياء العزل أصدرت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية التابعة لمؤسسة الإمام الشيرازية العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن بيانا أدانت واستنكرت فيه بشدة هذه الجريمة النكراء وحملت مسؤولية الدماء البريئة التي أريقت فيها وسلامة المواطنين في أفغانستان الحكومه الافغانيه وقد بينت منظمه شيعه رايتس ووتش في بيانها بقولها: ان المنظمه اذ تحتسب لدى البارئ عز وجل المصاب الجلل الذي الم بالابرياء تطالب السلطات الافغانيه والمجتمع الدولي على حد سواء بالعمل على وقف المجازر التي يتعرض لها الشيعه في بعض البلدان خصوصا في جمهوريه افغانستان التي لا تمر برهه حتى يسقط جمله من العزل على يد الجماعات الارهابيه. كتنظيم داعش او حركه طالبان وكذلك اوضحت منظمه شيعه رايتس ووتش في بيانها قائله ان الشيعه منذ ان انبثقت حركه طالبان وتنظيم القاعده وداعش يتعرضون الى حمله اباده منظمه لم تستثني الاطفال والنساء والشيوخ دون ان يكون هناك اي رادع لبغي تلك الجماعات او تصد فاعل يلجمها عما ترتكبه بحق المدنيين العزل